مرحبا بكل من التحق بنا في هذا البث المباشر لرونديفو نوف. نستقبل فيه معز حديدين الخبير الاقتصادي. مساء الخير. مساء النور. مرحبا. مرحبا بضيوفك ومرحبا بالسادة المشاهدين. برشا أرقام اليوم باش نحكيو فيها معز. صحيح برشا أرقام خرجت جديدة من معهد الإحصاء خاصة. نحكيو فيها بعد التقرير لبدر الجنوبي. نشر المعهد الوطني للإحصاء تقريره حول النمو الاقتصادي للثلاثي الأول من سنة 2024، حيث أبرزت البيانات التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الاقتصادي قد سجل نمو في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% على مدى الأشهر الثلاث الأولى، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل من السنة الفارطة. يعود هذا النمو إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات ب 1.9%، وبالخصوص التعافي النسبي للنشاط القطاع الفلاحي الذي بلغ 1.6%. أما بحساب التغييرات ربع سنوية فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%. كما فسر التقرير أن الطلب الداخلي المتكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس مال الخام فقد ارتفع بنسبة سنوية قدرت ب 0.4%، يظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو ومساهما إيجابيا ب 0.45 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للاقتصاد 0.2%. أما في علاقة بعجز الميزان التجاري فقد تقلص بنسبة 23.5% خلال الأربع أشهر الأولى ليصبح في حدود 4772 مليون دينار مقابل 6238.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2023. ممكن معز أهم رقم النجم نبدأ به اللي هو 0.2% نسبة النمو، مهم جدا نحكيه في الرقم هذا، لكن أيضا مهم أن نحكيه في الأسباب اللي خليتنا نلقاه الرقم هذا المتعلق بنسبة النمو. أول حاجة هو 0.2% هو في معناها ان كونتينيتي مع الارقام نسبه النمو نتاع الثلاثيات الفارطه، معناها ماهوش حاجه ارتفاع كبير او انخفاض كبير، هذاك هو النسق اللي احنا ماشيين فيه توا مده عديد من الثلاثيات. الحاجه الباهيه ربما انه ماهوش نسبه نمو سلبيه، لانه نعرفوا اللي الثلاثي الثالث من سنه 23 دخلنا في نسبه نمو سلبيه، الثلاثي الرابع كانت سلبيه لكن وقع تحيين من المعهد الوحدي القومي للاحصاء واصبح التقريب 0%، ثم الثلاثي الاول من سنه 24 يعني هناك عوده الى نسبه نمو ايجابيه، وهذا اهم شيء. هي تبقى نسبه طبعا ضعيفه وهي غير قادره على امتصاص البطالة معناها بشكل كبير، شفنا أنه كذلك نسبة البطالة هي مستقرة دائما فوق 16%. الأسباب أعتقد أنه المرة هذه الأسباب بالأرقام واضحة جدا وعلمية. اليوم قطاع الصناعة في يعني بالرغم يعني من أنه نسبة النمو تبقى سلبية، لكن قطاع الصناعة اللي هو معناها يمثل تقريب 20% من قيمة الاقتصاد الوطني اليوم، نعرفوا لليوم 60% الخدمات هو أهم قطاع، لكن 20% يعني قطاع الصناعة يعمل نسبة نمو سلبية بإلا 5%. وهذا باش نفسروه نسبة النمو السلبية إلا 5%. هذا باش نفسروه ساعة يلزم نحلوا شنو هو في الصناعة اللي عمل نسبة النمو سلبية. احنا قطاع الصناعة نقسموها على زوز أنواع كبرى، فما الصناعات المعملية والصناعات الغير المعملية. الغير المعملية خاصة استخراج النفط، المناجم، المياه، الطاقة يعني بتاع الشركة الكهرباء، هذم خاصة هذم كلهم عملوا نسبة نمو سلبية، وخاصة يعني استخراج النفط اللي هو عمل إلا 17%. كذلك المناجم ما عاودوش جدوا رخص تاع تنقيب وانتاج الفوسفات. اول حاجه فما معناها الناب نتاعنا نتاع يعني فما بدات تشيح، معناها ما عادش فما، واليوم التنقيب الجديد يتكلف اكثر فلوس، معناها يلزم اليوم تحفر اكثر وتلوج اكثر باش تلقى. دونك نعرفوا فما بدات تشيح الناب اللي عندنا وما عادش فما معناها اكتشافات جدد. كذلك المناجم هو الا 4.5. بالنسبه للقطاع الصناعات المعمليه،
معملية، هوني أرقام قطاع يعني النسيج يسجل معناها نسبة انخفاض ب 12.2%. هذا القطاع اللي كنت تونس تراهن عليه يعني في فترة ما هو أكثر موجه للتصدير، وفيه زاد نسبة كبيرة موجهة للقطاع الخاص، وهذا اليوم قطاع يشكو من صعوبات كبرى. كذلك في الصناعات المعملية فما الرفيناج نتاع النفط، يعني يكون تكرير النفط، تكرير النفط هذا يعني إلا 14%. كذلك صناعات يعني مواد البناء إلا 10%. إذن هذا من قطاعات مهمة جدا في يعني باستثناء قطاع ربما صناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية، هما فقط اللي عملوا نسبة نمو إيجابية، بقية كل بقية قطاع الصناعة هما يعرف في نسبة نمو سلبية. هذا يعني ما غطاش نسبة النمو الإيجابية بتاع الفلاحة ب 1.6%، والخدمات اللي هو 1.9%. في وسط الخدمات فما السياحة وفما كذا العديد من القطاعات، بالأساس السياحة هو فما حتى هو أهم قطاع في الخدمات بالنسبة للمعهد القومي للإحصاء هو قطاع التجارة، اللي هو يوزن 10% كله في الناتج الداخلي الخام، وهو من أهم القطاعات اللي يوزنوا برشا في الناتج المحلي الخام. دونك بالرغم يعني من الفلاحة، نعرفوا الفلاحة غوبون تكنيك، نعرفوا اللي عملناه وكانت سنة سيئة جدا، واليوم مرتبطة بالعوامل المناخية أيضا، توا فما عودة إلى النسق العادي، وزيد فما كوت بوس نتاع قطاع زيت الزيتون، يعني التصدير كان سنة قياسية. لكن بالرغم يعني من أنه نسبة النمو في الفلاحة 1.6% ونسبة الخدمات 1.9، إلا نعملوا تقريب 0.2 اللي هو متأتي خاصة وكليا من قطاع الصناعة المعملية وغير المعملية. وكذلك هناك قطاع آخر هو قطاع البناء اللي هو بيدو في نفس الوقت عمل نسبة نمو إلا 6.8%. العوامل طبعا عديدة، أما هذا تحليل الأرقام اللي خلي نسبة النمو اليوم 0.2%. تحليل الأسباب هذه يخلينا ممكن خاطر سمعنا برشا تقديرات حول نسب نمو ممكن تسعى لتونس لتحقيقها، من بينها ما يتوقع البنك الدولي 1.9%. هل قادرين ان نوصلوا للنسبه هذه بالرجوع لجمله الاسباب اللي كنا نحكيوا فيها؟ والله احنا السنه الفارطه كنا ننتظر ان نسبه النمو ستتحسن في الثلاثي الثالث والرابع، نظرا لانه فما تحسن كبير جدا السنه الفارطه في قطاع السياحه، لكن معناها على سوربريز اللي قطاع الثلاثي الثالث عملناه كان الا 0.3. يعني نعرفوا احنا راهو بانزلاق سنوي، معناها كي قارن الثلاثي الثالث هو مقارنه بالثلاثي الثالث نتاع عملناه، لكن كمان عملناه ولعنا تحسن كبير. اليوم لازم ننتظر يعني نسبة نمو جيدة جدا في عديد من القطاعات منها الفلاحة والسياحة وعودة الصناعة باش نجموا نوصلوا نعملوا 1.9%، على خاطر بالريتم هذايا نتاع 0.2% رانا احنا تعرف يلزمنا نعملوا 1.6% باش نرجعوا كما كنا في 2019، خاطر بعد الكوفيد ماك نعرفوا اللي الناتج الداخلي الخام بعد الكوفيد طاح برشا ب 8% في 2020، قعدنا التوا مازلنا ما رجعناش باش نجموا نرجعوا نفس معناها افوليوم كونستون ابري كونستون، يعني باش نرجعوا ل 2019 نسبه الناتج الداخلي الخام لازم نعملوا على الاقل نسبه فائده 1.6. ال 1.9 بالنسق نتاع الثلاثي الاول 6.2 باش يكونوا صعاب شويه، الا اذا كان فما تحسن كبير في الفلاحة الصناعة وخاصة السياحة. لما سي معزز بعد إذنك، القطاع الصناعي مش مرتبط فقط معناها بالإنتاج، معناها بالبرودكسيون في تونس، زاد مرتبط بعدد عوامل أخرى، منها معناها الامبورتاسيون بتاع الماتير بريمير، معناها المواد الأولية اللي باش يقع استعمالها، وبالطبيعة عنده دخل زاد فيه سعر الصرف، معناها باعتبار أنه دينار تونسي معناها طاحت قيمته بارابور معناها نستورد باليورو في اغلب الحالات معناها وبالدولار، والقيمه الماليه نتاع الدينار، يعني هذا ما يرفع في كلفه الانتاج وبالتالي يخلي انه يعمل معناها الفريناج شويه للبرودكسيون، معناها كي تطلع كثر الكلفه، لانه بالطبيعه مع انه الاسواق معناها خاطر الاتحاد الاوروبي حسب ما نشوفه بده يعاني في ازمات اقتصاديه، يعني هل تشوف انه هذا كل مرتبط بظروف عالميه موجوده من الحرب الروسيه الاوكرانيه والحرب معناها في الشرق الاوسط وغيره، هل هذا مع الارتفاع كلفة معناها النقل البحري باعتبار اللي قاعد يصير توا معناها في البحر الأحمر، هل تشوف العوامل هذه
من بين الأسباب اللي ساهمت في تعطل نمو القطاع الصناعي. معناها نتحدث لا مانيش موافقك برشا مهدي، لأنه كان نجيو نقارنوا على زوج السنوات الأخيرة الدينار التونسي تقريب مستقر كونستون قدام الأورو والدينار، ما عادش ما فماش انخفاض في الدينار اللي يوصل يأثر على ترفيع كلفة توريد المواد الأولية. أعتقد أنه الأسباب هي أسباب أخرى. اليوم قطاع الصناعة عنده خاصيات، قطاع الصناعة يلزمه استثمار ذو انتونسيتي كابيتاليستيك، يلزمه برشا تمويل، معناها وقت اللي برشا فلوس قطاع، خاطر هي صناعات كبيرة وثقيلة اللي تستحق برشا فلوس. وثاني حاجة المردودية نتاعها تجي بعد سنتين ثلاثة. اليوم اللي يستثمر في قطاع الصناعة يلزمه يستنى عامين ثلاثة باش يبدا ربما يجني في الارباح. اللي لاحظوه اليوم، اللي اليوم العديد من المستثمرين كيف يشوف نسبه فائده اليوم 8% ويقول لك انا اما عنده زوز حلين، هو يا اما يمشي يستثمر وياخذ شويه مخاطر نتاع اسكو ينجح المشروع نتاعو، اسكو ينجم يبيع ينجم يبيعش، اسكو فما ستابيليتي في التشاريع القانونيه، التشاريع الجبائيه، تشاريع الصرف اللي رانا نستنيه ان شاء الله يخرج تشريع جديد ويسهل للمستثمرين. هذا الكل اليوم يخليه يزيتي ويقول لك انا نمشي نحط فلوسي في القطاع البنكي وناخذ 8%. هذا اليوم اكبر معضله للقطاع الصناعي اللي في تونس. وصلنا يعني معناها وصلنا نعملوا الا 5% كلها صناعه نتيجه الكل. يعني ضعف نسق الاستثمار طبعا. وعلاش نسق الاستثمار؟ هذا نسق ضعف الاستثمار احنا لاحظناه منذ سنوات، لكن اليوم اعتقد انه من العوامل الجديده اللي خلت نسق الاستثمار يواصل في التباطؤ نتاعو هو انه اليوم الصناعه هي قطاع فيه معناها استهلاك لاموال كبيره وفيه انتظار مردوديه، وفي نفس الوقت هو اكثر قطاع معرض للمنافسه ايضا اللي تخلي اليوم المستثمر يقول لك انا نمشي نحط فلوسي، وهو من حقه راه هذا هو رأس المال. يعني اليوم وقت اللي انت قطاع يحب يربح هو مش ولا يقول لك انا اليوم علاش في مخاطر خاطرك ابخي تو التكستيل علاش طاحت معناها البرودكسيون، معناها نحكيو على التطور معناها القطاع النسيج مثلا بالعكس مش قاعد تطور، قاعد ماشي الملابس والنسيج والزروج قطاع النسيج واللي هو اهم القطاعات. القطاع النسيج هو قطاع ذو تنافسيه كبرى مع دول معناها مجاوره المغرب وتركيا ومصر. واليوم تونس حلت برشا دي فرانشيز الحقيقة، معناها حل هو حاجة باهية، لأنه كان تحب أنت عندك عاصمة متطورة وتجلب السياح وتحب الناس تجي تعمل. لكن اليوم احنا المشكلة نتاع قطاع النسيج لم يحسن الحقيقة نقولها في الكاليتي نتاع جيه أنت في نفس الوقت تجيب له دي ماركات عالمية ويتبيعوا بارتو، معناها في هذا اللي خلى اعتقد انه هذا بالنسبه للداخلي. بالنسبه للصادرات نتاع النسيج اليوم فما تنافسيه كبرى والقطاع لم يستطع انه يكون مؤهل لمنافسه، منهم الاسباب اللي ذكرتها انت بتاع الدينار التونسي راهو زاده هذيك موجوده في البوان هذيا موجوده. اسمع بالله نحب نسال تو مادام فما مشكله غياب النزعة الاستثمارية لدى الناس اللي عندهم فلوس ويحبذوا أنه ما عندهمش انتظارية، ما نجموش ينتظروا عامين وثلاث سنوات حتى تولي المشروع عنده مردودية مالية كبرى. ما تراش أنه الدولة تقوم كقاطرة باستثمار في هذا المجال؟ طبعا هو يلزم يكون ديما هك. احنا اليوم الدولة هي أول من يلزم يستثمر في البنية التحتية، أول من يلزم يستثمر في المواني. أنا اليوم والله معناها نسمع في معز الحريزي معناها يعني اليوم هو في كونتاكت مع مستثمرين من اليابان على أساس باش يجيبوا استثمارات لتونس. يعني اليابانيين شي يقول لك اليوم أنت اللوجيستيك اللي عندك ما تسمح لناش باش نزيدوا نستثمروا في بلادكم، على خاطر احنا اليوم وكان نجيو باش نعملوا صادرات وواردات الميناء نتاع رادس نتاعكم لن يستطيع الاستجابه لطلباتنا، معناها هذاك الكاباسيتي نتاعو ماكسيمال. مثلا هذا كما قلت انت الدوله بتبيعها من دورها ان تستثمر في البنيه التحتيه في المواني في المطارات في كيفاش نجم نوفقوا بين هذا التوجه الضروري
من أجل إعادة دفع الحركة التصنيعية في البلاد وإعادة دفع الاستثمار. ومن ناحية ثانية الخطابات السياسية والاقتصادية المطالبة بالتحرير الكامل وبخروج الدولة من الدورة الاقتصادية بكل يعني بروماتيا. أول حاجة في زوز حاجات مهمين إذا كان حبوا نخرجوا من الأزمة الحالية. أول حاجة الدولة اللي هي تخصص في تقريب 20 مليار دينار كل سنة مصاريف دعم وإعانات لبعض المؤسسات الدولية يلزمها تاخو اختيارات استراتيجية كبرى، لأنه أنت كدولة عندك 45 مليار موارد ذاتية اللي تجيك من موارد الجبية وغير الجبية، باقي الموارد يجي من الاندتمون معناها أنت تصرف اليوم تصرف تقريب فوق 50 مليار دينار، منهم 20 مليار دينار دعم وإعانات ومؤسسات عمومية. شنو الاستراتيجية اللي لازم تاخذها الدولة؟ الشركة العمومية اللي حاجتك بها صلحها، اللي ما حاجتكش بها ولا ما نجمش تصلحها سيبها سيبها، ما نقعدش انت معناها تعاون في شركة وهي لا ما فيهاش أمل، يا كان نجمت تصلحها كان فيها فساد وفهم معناها توجه في هذا حاجة به يا ميسيلش، أما اللي انت تعرفها ما تنجمش تصلحها ومشكلاتها هيكلية سيب، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اليوم الدولة التونسية يلزمها تستثمر في اللوجستيك معناها نتاع التصدير والتوريد والانفراستركتور. وحاجة أخرى اليوم فما بعض المؤسسات العمومية اللي الحقيقة هي غير قادرة أنها تواكب الامبيسيون بتاعنا ونحبوا نعملوا نسبة نمو 5-6% اليوم باللي راهو في بعض المؤسسات العمومية وأعني خاصة بورد رادس ما نجموش نفوتوا الكاباسيتي، هذاك الليميت نتاعنا معناها، وهذا هذا معناها ملاحظة من مستثمرين يابانيين معناها مش حتى معناها، وهذا كلام أنا قلته من قبل ما معناها اليوم فما العديد من الفساد في بعض المؤسسات العمومية وأقصد خاصة بورت رادس. أنا عندي زميل صديقي يخدم معناها في الديوانة قال لي أنا جميعة استام نخاف منهم وأنا ديواني ما أكثرش من هكا، معناها اليوم فما بعض الفساد في بعض المؤسسات يلزمنا وهذا مثير راه أنا راه والدخان مثير والدخان والمعمل الفوليد اللي مؤخرا فما ناس توقفوا بانهم عندهم توهم فساد بربي. حاجه مهمه راهو التبغ والوقيد اللي تدخل في فلوس للدوله من الجبايه الغير مباشره، معناها لو سواء كانت شركه عموميه او خاصه كيف تبيع بكو الدخان 5000 فما 3000 يتفكروا دروات كونسوماسيون كان بريفي باش ياخذوا يعطيهم للدوله. وقتاش تكون ربح مباشر في النتيجه صافيه، وفي النتيجه الصافيه هي غير رابحه للطبق الوقيت، ما لازم نوضحوا النقطه هي. معز احتدين باش نسال كوني فما ليزون بين نسبه النمو 0.2% وايضا النسبه ايضا الاخرى اللي قدمها المعهد الوطني للاحصاء المتعلقه ب 16.2% تراجع نسبه البطال به. هو طبعا فما علاقه، هي نسبة اللي طالع نقصت شوي 16.2. الحاجة الباهية اللي هو لسع المشكل في نسبة البطالة هي أرقام ثلاثية معدلات ثلاثية وهي متذبذبة من ثلاثي إلى آخر، يعني تنجم تختلف بين الثلاثي الأول والثاني. نحلوا نسبة البطالة نمشيو بانزلاق 4 ثلاثيات بالسنوي، معناها كي نجيو نقارنوا رواحنا في الثلاثي الأول من سنة 23 عنا نفس الرقم 16.1 واليوم عنا 16.2 نفس الرقم، لكن نفس الحاجة الباهية اللي عدد الناشطين شو ما الناشطين هما اللي يخدموا واللي في البطالة هذوما زادوا ب60,000. السوق التشغيلية استوعبت منهم تقريب 50,000 وفما تقريب 10,000 السوق التشغيلية ما استوعبتهمش رغم نسبة نمو ضعيفة معناها. أي بون هناك الاقتصاد الوطني لا زال يخلق مواطن شغل، وهذه الأرقام معناها نعطيك احنا عدد المشتغلين عدد الناشطين اللي هما اللي يخدموا والبطالة يعني اللي يلوش في خدمة مش اللي يقرأ راه هذوما كانوا 4,078,000 في الثلاثي الأول 23 أصبحوا 4,145,000 في الثلاثي الأول 24. اللي يخدموا كانوا 3,422,000 وليوا 3,475,000، يعني تقريب فما خلق تاع مواطن شغل ل 50,000 مواطن شغل، لكن في نفس الوقت عدد العاطلين كان 658,000
في الثلاثي الأول 23 أصبح 669,000، يعني زاد كان ب 10,000 أو 20,000. إذن ارتفاع عدد المشتغلين يعني كان أسرع نوعا ما من عدد العاطلين عن العمل، سؤال أصبح 969,000. يعني هل الزيادة في عدد مواطن الشغل هل هو يعني حاجة شغلية أم حاجة اجتماعية؟ يعني لتلبية حاجات اجتماعية، يعني مش بالضرورة عندها مردودية كبيرة على الشغل، أم لأن الشغل يقتضي أن نزيدك المواطن شغلك؟ هو الأرقام هذا المعهد الوطني للإحصاء يعطينا عدد المشتغلين، ما يعطيناش فن قطاع ولا هذاك. فما تقرير بكل 4 أو 5 سنوات ربما يخرج، لكن احنا اليوم الأرقام تقول اللي الاقتصاد الوطني بين، أنا أعطيك بين الثلاثي الأول 24 والثلاثي الأخير 23، الاقتصاد التونسي خلق 59,000.7 موطن شغل جديد، ولكن عدد العاطلين بين الثلاثي الأخير 23 زيت. الثلاثي زاد إلا ب 1800 عاطل على العمل، فهمت؟ دونك صحيح تقول لي مع نسبة النمو سي معز بربي، بما أنك حكيت على ضرورة دفع الاستثمار والتنمية في البلاد، احنا الساعة الأولى ناقشنا يعني البلاغ الصادر على صفحة رئاسة الجمهورية البارح، وأمر رئيس الدولة بإدراج حكم جديد يتعلق بتجريم من يتعمد الامتناع عن إنجاز أمر هو من علائق وظيفي بهدف عرقلة سير المرفق العام في علاقة بالفصل 96، في علاقة بتعديل يعني أو تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية. بربي سي معز كمختص في الاقتصاد وقريب معناتها من ربما من عالم المال والأعمال والاستثمار، وقريب حتى من الإدارة، أي استثمار وأي دفع للاستثمار والتنمية في البلاد، وقت اللي اليوم إدارة مع احترامنا الكامل لكل الكفاءات اللي فيها، إدارة اليوم تشتغل بحسب أهواء مسؤوليها وموظفيها، اليوم ما معنى أنه مواطن أو مستثمر سواء تونسي أو أجنبي يتقدم بالمطلب متاعه أو بالملف متاعه وما يجاوبهوش وما يرجعولوش، ويبقى المطلب والملف متاعه شهر وشهرين وستة شهور وعام وعامين، وكان يلزم عشرات السنين ومن غير ما يرجعولوش ألم يحن الوقت اليوم بحسب رأيك من أجل دفع الاستثمار اللي نحكيه عليه أن يتم إلزام الإدارة التونسية بمدة زمنية محددة ترجع فيها على العباد؟ راو اليوم بالحق راو شيء معناتها من وراء العقل، مش نو معناتها اليوم إدارة يعني نصب ملف فما ما نعرفش أنا رخص معينة وألا كراسات شروط معينة، تبقى تلك الرخص والشروط وكراسات الشروط نصب بين الملف متاعي ونستوفي معناتها ونستكمل كل الوثائق والملف متاعي مريقل وجوبه، والإدارة ما ترجع لكش بحسب أهواء المسؤولين متاعها والموظفين متاعها، لا ما نرجع لكش على كيفك. خاصة وأنه سي معز راو أنا نتذكر ظهر لي في 2015 و2016 راو صار النقاش وتقريبا معناتها تعدى قانون في علاقة بإلزام الإدارة بمدة زمنية محددة ترجع فيها على مطالب وملفات العباد. يا خويا كان ناقص أنا وثيقة ما ورجع لي يقول لي في ظرف كذا كذا راك ناقص الوثيقة هذه ولا الورقة هذه باش نكملها. أما ما معنى أنه الإدارة اليوم ما تجاوبش وبطبيعة الحال الشركة تسكر ولا المعمل يسكر والمستثمر يهرب ويمشيوا للدول الشقيقة والصديقة وإحنا هنا قاعدين لأن الإدارة سيادتهم ما يجاوبوش. رياض من أكبر العوائق للاستثمار في تونس هو الإدارة التونسية البيروقراطية، وهذه بمعناها بتجارب برا يرحم والديك في هالكلمة، والله يعجبني فيك صراحتك ووضوحك يا سي معز. هذا معروف معناها الإدارة التونسية اليوم وقت اللي تمشي باش تعمل ورقة يزمك هو بارديفو باش يقول لك لا، ومن بعد تو نشوف معناها ديما، خاصة كي تبدأ أنت قطاع خاص معناها ديما تستنى اللي أو قبل تستنى التسهيل، يعني معناها شكل اللي أي نقضي لك أمورك ونعمل دوسي وكان فما ورقة تو يعمل لله، لا بالعكس. وأنا هنا حاجة أخرى اليوم قانون الشغل بيدو في الإدارات العمومية في الوظيفة العمومية بصفة عام، أنا حسب رأيي يلزم يتبدل الكل ويلزم يكون يعني الحافز نتاع شكون يخدم اكثر
هو شكون معناها يتحسن في وظيفته ولا يصبح عنده امتيازات او كما نقولوا احنا يترقى. اليوم عندنا الاداره التونسيه يعرف روحه هو راهو استنسنا ولات معناها قبل كنا نقولوها مسمار في حيط توا اكثر من مسمار في حيط توا من قبل ما كان مسمار في حيط ما يخدم توا وليت حتى توريث معز حديدان وليت حتى توريث زيده وهو شيخ ومبلغ معناها اليوم من اكبر العوائق نتاع الاستثمار في تونس هو الحقيقة الإدارة التونسية اللي هي اليوم معناها يجي مستثمر ساعات نخسره مشروع كامل لأنه صار تعطيل في إدارة من إدارة. أنت سي معز أنت اليوم مع إدراج هذا الحكم؟ أنا ما نعرفش شنية العقوبات. هو السيد الرئيس يقول يجب إدراج حكم جديد يتعلق بتجريم من يتعمد الامتناع عن إنجاز أمر هو من علائق وظيفي بهدف عرقلة سير المرفق العام. ما المقصود بتجريم؟ يعني شنو العقوبات الممكنة؟ يلزم طبعا معاقبة كل من يعطل يعني مشاريع بتاع الاستثمار وكل عن قصد ولا حتى عن قصد. أما المشكل ما يلزمنيش معناها العقوبات تكون قاسية جدا يعني أنا ضد العقوبات السجنية وكهورياك أما يلزم يكون فما عقوبات معناها اللي تكون صارمة زادة إذا كان إنسان في إدارة تونسية تجريد وحتى من الترقيات مثلا أنت واحد حكيت عليها أنت وأنت المشكل ما يخدمش راهو شيء غريب في ألمانيا رياض عندهم في الوظيفة العمومية عندهم دو ستاتيو تحب يقول لك تحب تدخل سالاري ولا فونكسيونير شنو الفرق؟ الفونكسيونير الوظيفة يدخل عمره ما يترقى يقعد ديما مسمار بحيته ويقف شهريته واللي يحب يدخل سالاري ياخذ ريسك كان تحسنت تطلع وتترقى كان ما تحسنتش تنجم تخرج عندهم دو كونترا في الوظيفة العمومية والله احنا ما بنعرفش والتونسي شنو يختار بينتهم الزوز التونسي ماذا بيه باش يمشي الوظيفة يقعد غاديكا اما احنا ماذا بينا نصبروه باش يمشي يختار سالارية وياخذ ريسك يا يتحسن كان ما تحسنش ينجم يخرج شكرا لك معز حديدان الخبير الاقتصادي شكرا رياض سي الهاشمي ايضا مهدي هكا نوصلوا نهاية رونديفو 9 لليوم تصبحون على خير